خلونا نتكلم بصراحة، من يعتقد اليوم أن المحامين يعيشون عصر ذهبي فهذا اعتقاد واهم. واقع المهنة مع الأسف من حفرة إلى حفرة، ومن معاناة إلى معاناة أشد، معاناة في تحصيل الأتعاب وعدم حمايتها، معاناة في عدم استقرار مهني في تمويل المكاتب إلا عن طريق البنوك ومخاطر الاقتراض، كذلك مستقبل مظلم مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونظام الشرائح اللي لا يراعي للأسف لا مستقبل مهنة ولا محامي. إلى أن وصل الأمر إلى عدم احترام بعض الجهات للمحامي ومهنته، والشواهد كثيرة، وآخرهم ما حصل لزميلنا مشعل الخنا وتعرفونه كلكم. فاليوم الأسئلة المستحقة: هل تقبلون الانتقاص من مكانتكم واحترامكم؟ هل تقبلون استمرار المعاناة في استقراركم المهني؟ هل نجحت الطرق التقليدية والعشوائية في إيجاد الحلول؟ هل ستجاملون على حساب مهنتكم ومصدر رزقكم؟ أنا أعتقد أن هذه الأسئلة اليوم أسئلة مستحقة، أنتم راح تجاوبون عليها بإذن الله في يوم 4/12 بالصناديق.